سمباس وميميتيك. تعال بره سمباس وميميتيك يا جماعه، هما مسؤولين على عينتين كبار، دايركت واندايركت، صح؟ بس تركز معايا الله يجمع. السؤال الاولاني، عايز حد يقول لنا الدواء اللي اسمه ميثاكولين، ما تبصش في الجدول. ميثاكولين قول لي، هقول لك شويه اسئله عنه كده وانت تجاوب. اختار الاول، الاول قلت اسم الدواء، قلت اسم الدواء خلاص افتكرت ترتيبه كذا، هفتكر ان شاء الله. نختار مين؟ نختار حد من البنات يلا. مين اللي زي الاول اللي بتاع ميثاكولين؟ عايز تكبوش عيب شايف؟ نختار الدكتوره، قول يا دكتوره يلا. ولا دكتور يا ابو ايسا كولين، قولي بيتكسر ولا ما بيتكسرش في الاستريس؟ ما حدش يتكلم. بيتكسر ما بيتكسرش في الاستريس؟ ما بيتكسرش ولا بيتكسر؟ لا ما هو لا ما انت هتقول لي يتكسر يقول اسم الانزيم، مش بيتكسر يبقى بيتكسر. ايسا كولين ده كان رقم كام في جدولنا؟ اثنين صح؟ الدبليو اس بتاعه افتكر بقى. انكمبليت قصدي مش مجاز. ايوه. كسر لقى افتكر رقم اثنين. كسر الانزيم اسمه ايه؟ نوعين ولا انهي واحد؟ ما في نوعين، ما في تلات كبير. ترو ولا اسكولو؟ تقطي؟ ترو. تعالوا شوية، تعالوا استعين، تعالوا سؤال تاني بقى. لو ماسكارينيك اكشن ونيكوتينيك اكشن ولا ماسكارينيك بس ولا نيكوتينيك بس؟ يعني الكلب. ماسكارين كونكتينج بتاعه واقي قوي ولا مين؟ لا ماسكارين قوي ماشي ماشي. اخر كلمه سيلكتيف بتاع مش بتاع عينيك تشوف، يعني مش بتاع عينيك تشوف زي السيلكتيف فين؟ ليه بقى؟ ليه؟ ده دواء سهل جدا ده، ده تاني دواء بتاع دور مثلا حد مصر. مين هيرد يا جماعه؟ ميثاكولين بيشتغل عن تيشو بيستخدم فين وفين؟ ولا دكتور؟ سي في اس بيشتغل في مرض اسمه ايه؟ مرض اسمه ايه؟ ايوه ريلوز ديزيز ماشي. عايز حد يقول لنا دواء اسمه دي ثاني كول، بس لك فرصه تفكر رقم في الجدول، بس دي ثاني كول، دي ثاني كول. حد من الولاد يرد يلا. سهل ده، ده ممكن تقوله كله غير على اسم الله. مين هيرد من الشباب؟ يلا لورا اخر صف يلا. ايوه انت بتوصل بعد ليه انت؟ رشح واحد فيكم عنكم يلا، في واحد خلاص الناس عايزاها تقول يلا. ما عادش جابهم تاني. قول لي ميثا نيكول يا سيدي بيتكسر ولا ما بيتكسرش كوين ستريز؟ ما بيتكسرش. طيب يمتص شويه ولا لا؟ يمتص. لو ماسكانيك ونيكوتينيك ولا نيكوتينيك بس ولا ماسكانيك بس؟ هو يقول ماسكانيك ونيكوتينيك ولا ملوش؟ ولا مين؟ ملوش دلع. السيلكتيف بتاعته فين؟ يعني الدواء ده بيشتغل فين بالذات؟ انا تيشو بيشتغل عليها. اذا نقول هو يقول. اذا نقول بيختار تيشو اسمها ايه؟ سيلكتيف. اي جي اي تي بتاع التوأم. يورام لغة. ماشي قول لي ستيك ده مين له خالص؟ ها سمي بقى ده ستيك سريع. جدع. ايه تاني؟ لا سهل يا راجل. ده النهارده الكلام ده هنسمعه دلوقتي. يورين ريتنشن هو بيعمل ايه في الشهر دي؟ بيعمل محركة الشهر دي يا جماعه وحركة البلادر شغاله. يورين ريتنشن وفي جاستريك ريتنشن وفي مرض اسمه ايه اخر واحد؟ باراليتيك ايريس فاكر ولا لا؟ ماشي؟ طيب حد يقول لنا يا شباب ده اللي اسمه استاكولين جيف ريزون نوت يوزد از ا دراج. ليه استاكولين نوت يوزد از ا دراج؟ لا لا واحد هيتكلم والباقي يسمع. قال لا الناس كلها بص اللي ما مزاجهاش مش هينفع. طب لكن المنهج لسه فيه كتير. كل سنه كنا نيجي نعمل الحلقه دي نقول لهم خلاص يا حاجه هنريح هنبدا نراجع مع الشرح الباقي. على الشرح الباقي كان بيبقى شويه ايه؟ مذكره ثلاث ورقات مذكره ثلاث ورقات. انت عندك كارديو. واول ما انت فارما ومقدمين انت بتحس ثاني اسبوع كل سنه يعني اعمل فيه تعب. ده بيقول لك يا ابني اعلم عليك اكتر من حاجه. والله ذاكر بقى. يلا مين قال جيت جيم بريزون؟ والناس حصه وحصتها قول. ايوه. طب ليه فيري شورت ديوريشن؟ هو يقول اهو لان بيتكسر بمين ومين؟ يا راجل رد بقى.
ايوه بين شوت صح بيتكسر بمين ومين؟ كروس اوفر كوين ستريس بالانزيمات. طيب قول مش ايه؟ اه انا عارف كده شرحت الدواء عشان اخواته اسمعك مصدر جريد ده عندك سيكشن مش شرط بيه تنكريش انا بشرح عشان اخواته خد زي يبقى ولا يستاهل خد المستخدم انا الاكشن بتاعه مقصود بيه اكشن اخواته لا روش استخدام والسؤال واضح وصريح عايز تقول هو ممكن معلوم هو ليس راس الدم ليه عشان سبب برضه اخواته بقى زيه بس مستخدمه اسمع يا شباب يلا اخر سؤال عشان ابدا حصتي عايز حد جدع كده والناس ما بتذاكرش ليه بمقارنة ما بين ترو كولين ستريس والسودو كولين ستريس انت مقارنة ما بين ترو سود يعني انا والله لسه بقى انسان طيب ومحترم مش عارف يعني في استفزاز هتلاقيش الا ما تقعدش تقلب الورق بتقلب كام وش اللي هو بتعمل تقلب في الورق اللي ذاكر ذاكر في البيت جاي ذاكر هنا يلا ترو سود يا عيال مين هيقول لا مقارنة بين ترو سود ها مين الناس اللي ما بتذاكرش بس انت شاريه علم انت ما تقدرش حاجه كده مش مفهوم طيب ذاكر المفهوم ده يلا اختار من الناس ولاد بقى هترد اولاد خد وقت ما تروحليش بقى يلا قول لي يا عم حاجتين وساع قول يا دكتور يلا اهو جدع اول سايتس كولينرجيك سايتس ماشي طيب بعد كده في اللي بيحصل في الاندوجينس و بيكسر الاندوجينس اصلا كولين اصلا أيوة وميسا وميسا كول ميسا كولين ماشي ده كده تروح بس عادي يرد عليك السودو ماشي هو المفروض انك تحدد بعض بس انت هتحرك يلا مين هيقول لي صوت السودو بقى رد على السودو يلا قول يا دكتور اه السودو يا فول ليفر بلازما بس اه هاي تعالى ليفر بلازما واحد اجيبها كرسي فاصل اه ليفر بلازما صح ها آه. كم سيرويكس جدع بيتكسر مين اكسوجين اصلا كولين صح وايه تاني في دواء كمان اسمه ايه تحت عارف ليس ساكسنال كولين جدع ماشي يا جماعه احنا خلاص السكشن كام قلبي استاذ انا جيت اهو عدوا انا معرفش عدوا بس انا كده السكشن اللي كان انا استريته خلاص الناس دي كانت سكشن فارما يا جماعه صح بس اه طبعا طيب هيعملوا ايه في النظر العملي شرطات وايه كيرفات كيرفات طب خلاص ماشي آه كده ايوه ظبط البيع طيب كده يا جماعه لازم تذاكر اوتونوميك نظري طبعا حاجه بشره هي حلوه الجهاز ده كان بيشيل الناس في ناس كانت بتروح الامتحان ما بتذاكرش ليه؟ هو الجهاز ده ما بيشتغلش معايا الدرجه ضاعت طيب بما ان الامتحان نظري يبقى انت لازم تتفحت في النظر على فكره هو نعمه ان انت مش بتتعامل على جهاز بس خلي بالك اه لازم تذاكر مفيش عامل خلاص هيبقى في شرطات بقى وكلام من ان شاء الله انا هشرحها يا عم انا حتى لو هحضر السكشن كل حاجه مفيش حاجه انا هشرحها ان شاء الله واوضحها لك المهم هيبقى في نظري عملي يعني في نظري عملي هشرحه لوحدي بحيث اصلا ملهاش دعوه بالحس الاساسي يعني لو جيت السبت تيجي السبت بقى 30 درجه 30 درجه ماشي هو اول خلاص يبقى ان شاء الله ليك عندي كده عشان بس الكلام واصل يبقى انتوا العملي كله ان شاء الله معاك خلاص باذن الله الناس حصه العملي هتبقى حصه لكل جروب قبل الامتحان بتاعه مثلا بالاسبوع يعني عشان هيذاكر اللي عامل هيبقى مذاكره الجروب ده معلش هيستحمل يعني ايه
سن مثلا عنده امتحان يوم الثلاثاء يوم الاربعاء يوم الخميس، او الناس دي هتيجي مثلا يوم السبت، معلش ليه؟ لان هديهم حصه مطوله نشرح فيها الجزء العملي كله وتروح تذاكر تبتعمل فيه بقى. طبعا هيبقى ياريت يبقى قبل الامتحانات دايما باسبوع، هنرتب الناس حسب ايه الجروبات. انت على فكره خلي بالك الاسئله بتاع النظري العملي نظري او نظري عملي هتبقى مبنيه على ايه؟ على النظري بتاعك، وهيخص بذكر الاوتونومي. يعني اكتر حاجه هتذاكرها انت لازم من دلوقتي تبدا ايه؟ اللي نايم في الخط يقدر يذاكر الاوتونومي عشان ده كله ينفعنا هناك. هم يسالوا كل ما يخص النظري العملي خلاص؟ ايه؟ مش مشكله كده مش هتذاكر. طيب بص معايا بقى على السبوره نبدا حصتنا ان شاء الله. الناس خلاص استنيت ايه؟ النهارده يا سيدي نكمل الجدول الاولاني في البارازيمبازات. ركز معايا حصه مهمه جدا. هنمشي على كاتريتنا دايركت بارا سيمباسو مايميتيك. تمام؟ دايركت اللي هم مين؟ في ده اسمه استالكولين وميساكولين وفي كارباكول وميثانيكول وفي دواء اخير يا شباب ناس اسمه ايه عندك؟ بايلوكاربين. ده سلام عليك. دلوقتي احنا خلصنا الكاينيتك بتاع كل دواء الحصه اللي فاتت. دخلنا على حته اسمها الدايناميك ريسبتورز وتبارك الله كده كده حافظ ده مين وده مين. كلهم ماسكرينك زي بعض. النيكوتينك بيفرق بينهم. دخلنا على كلمه اسمها سيلكتيفيتي. يعني كل دواء بيشتغل في انهي تيشو بالذات. دلوقتي انا موليوز قلناه عايز اشرح السايد افكت والكونترا انديكيشن فوق معايا. معلش هبدا بالسايد افكت اول اللي هي تحت. الناس تبقوا معايا كده اخر حاجه خالص في الجدول اللي معاك الاولاني. السايد افكت بتاعت كل البارازيمباسو مايميتك زي بعض. يعني ايه؟ عندك احنا عندنا كلمتين ام يعني ماسكرينك صح ولا لا؟ وام في الاخر بتاعها يعني نيكوتينك. عايز اكتب السايد افكت اللي تخص ماسكرينك ثم السايد افكت اللي تخص نيكوتينك فوق معايا. النيكوتينك انت بقى عشان واحده بس واحده صغيره. النيكوتينك يعني شفتها في اخر الجدول؟ ان دي يعني نيكوتينك سايد افكت. النيكوتينك كلمه واحده ولادي اسمها تويتشز. بص الشباب اللي الشباب اللي قاعد ورا في ثلاث اماكن فاضيين تعالوا لو موجود. لا النيكوتينك هي الكلمة واحدة من الحصة اللي فاتت اسمها يا ولادي تويتشز. قلت لها بقى راح عشان العضلات وقلنا بتحصل من العضلات؟ من العضلات عضلات العين. الناس كلها انت معايا والله الله يكرمك عشان حصة كبيرة. ده في تويتشز اخر جدول الحصة اللي فاتت هتلاقي سايد افكت اسمه نيكوتين. السايد افكت اسمه تويتشز يا ولادي. راح شاف العضلات تويتشز. ماشي؟ طيب الماسكارينج ما بتبقاش الا لما خلاص انها كبيرة. الماسكارينك كبيره شويه بترتيب معين ان شاء الله هيحصل حلو. بص يا عم الماسكارينك سايد افكت يا شباب هم لما خلصوا مكتبه في اس وتحتها اس كمان حاجه اسمها يا شباب سويتن وسلايفيشن. طبعا انت عارف ان الاستالكولين وعيلته بيزودوا العرق وبيزودوا السلايفيشن. يبقى دي سايد افكت يا عم بالرغم ان انت قلت الحصه اللي فاتت ايه؟ ان ده مفيد لواحد وده مفيد لواحد صح؟ لكن الجيل كده كله زعلان هذا صادق فيك. يبقى سويتنج سلايفيشن. في عندك حاجه اسمها هايبو تنشن ده طول انقاض صح كده كده ايه وفي اتش كمان يعني اتش واتش. في حاجه اسمها هايبو تنشن وهي صداع وضغط منخفض. الصداع ده من الاولاد سببه باز دايليشن صح باز دايليشن. يبقى خلي بالك معايا في اس سويتنج اس سلايفيشن تمامش لما خلاص انت مش عارف انت كام هاي بوتنشن هيبو. في حرف اي كلمه اسمها ايه؟ قال لك اسمها ابدومينال بين. لماذا في الم في بطن المريض يا ولد؟ ليه في ابدومينال بين؟ طبعا لانه بيزود حركه الامعاء حتى بيسموها اسم تاني كوليك. عارف كوليك؟ كوليك يعني مغص وفي معاها ضيارين. انت بتزود حركه ايه؟ الامعاء. في كلمه اسمها اف حرف اف اسمها فلاش. يعني ايه فلاش؟ فلاش ده يعني احمرار في الجلد. وليه الجلد محمر؟ عشان انت عملت باز وايه؟ دايليتيشن. في كلمه اخيره اسمها بي برونكوس باز ولا لا؟ وبي كمان برادي كارد. يبقى برونكوس باز ورادي كارد. بص يعني عشان تحفظهم ما تنساهمش.
برونكو سباز وبرادي كاردز. بص يا سيدي بقى اسمع معايا دلوقتي يا سيدي العزيز، هنشرح اعراض الجانبيه بتاع الماسكارينيك، هم ما شاء الله كتير قوي، هتحفظهم دلوقتي في الطريقه وفي اخر الحصه بطريقه ثانيه، المهم تحفظهم لي كلهم. دي طريقه بتاع اختصار، تقول لي اختصار يعني فكره، بيقول لك لو معلش يعني هزار يعني، لو واحد ماشي في الشارع وشاف اسد، شاف اسد في الشارع ماشي كده هيعمل ايه؟ لا يجري ايه هو كلب ده اسد، هيعمل بيبي. معلش عدو بيبي ادي بي وبي، تقول لي فين شاف؟ شاف ايه؟ اس اتش اي اف، حاجه طلعت تفتكر بيها ايه الاعراض؟ والله تفتكر كده، شاف اسد عامل على نفسه بيبي، شاف اس اس، اكتب معايا يلا اس اس، ما تعلقش والله شوف الحصه طويله ولسه فيها تعليقات كتير، سيبنا على الاقل عشان تبقى اس اس يعني ايه؟ انجزني سويتنج سلايفيشن، علق وسلايفيشن، اتش اتش هاي بوتنشن وهيدي، في كلمه اسمها ابدومينال بين اللي هي كوليك مغص وضيارين لان الجي اي تي شكلها بوكو، في كلمه اسمها فلاش، فلاش دي كلمه تعرفها الله يكرمك يعني ايه احمرار جسمه محمر ليه؟ عشان بلاد فيزل فاز دايليتيشن، معلش رد عليك كلمه واحده. ليه حصل فاز دايليتيشن مع الادويه دي؟ قول لي كلمه واحده يا وسيم. زودت ماده اسمها نيتروجين 100 والله كده ترستنت ان او نيتريك ايه؟ بس زودت ماده اسمها سي جي ام اي، عارفها؟ مش حتى لو مش فاهم حاجه اقول له حتى مش فاهم. هي ردها كده اقول له ان او زاد زود سايكليك او سي جي ام اي، عملت فاز دايليتيشن فحصل للمريض فلاش جسمه محمر. ثم اهم اثنين بقى صراحه دلوقتي بيزعلوا واحد، برونكو سبازم طبعا بيموت مريض، برونكو مقفوله وبرادي كارديا ضربات قلب ايه بطيء، هذا اسمه ماسكارينيك سايد افكت. النيكوتينيك سايد افكت واحد وسهل اسمه تويتش، رعشه في عضلات العين. هسال ورد، لو مريض جاله هذه السايد افكت كلها واعطيته ده اسمه اتروبين كحل يعني هيحصل اتروبين هيلجي ايه ومش هيلجي ايه ولا ايه؟ اتروبين كان انتاجونايز اول ماسكارينيك، كل ماسكارينيك سايد افكت تلاقي لحد هنا اما تويتش لا صح ولا ايه؟ كده المعلومه دي من الحصه اللي فاتت، اتروبين بيقفل الماسكارينيك لا يستر افكت على النيكوتين، ده يا عم السايد افكت بتاعتنا هات فيها كونترا انديكيشن ونقفل عايزها كده. مين اللي ما ياخدش الادويه دي كلها؟ على فكره الادويه دي كلها اكشنها واحد، افهم معايا الكلام، اكشنها واحد الاختلاف في مكان استخدام الدواء اللي هو كلمه اسمها سيلكتيفيتي، ولذلك كل الادويه ممنوعه في الامراض الاتيه. اول مره اسمه بيبتيك ارثر صح؟ انت جنبها ليه؟ لانها بتزود اتش سي ال صح؟ يبقى كلهم ممنوعين في البيبتيك ارثر لانهم بيزودوا اتش سي ال، تطلع فيها هتلاقيها مكتوب. ممنوعين في البرونكال ازمه لا برونكوس باز، وحتى كمان بدي اهو ممنوعين في البرونكال ازمه يعملوا برونكوس باز اللي لاقي مصر. هما ما سالوش ابدا في دي ودي، لان الناس كلهم عارفينهم. سالوا في رقم ثلاثه، علم عليه. انجينا الذبح. اسمع عشان السؤال ده جه اكس بي والله عندنا وجاب لي زوم زمان، هنتكلم زيه. يعني هو السؤال كده واكتب جنبه جنب. اسم. ليه استايل كورين واخواته كلهم ممنوعين في كلمه اسمها انجينا اللي هي الذبحه؟ يا ابني بالرغم انه بيلاقي البلد بيزل مفتوح. البلد بيزل مفتوح. يعني الكوروناري اللي هو شويه متجه ده مفتوح. بس مفيش دم. لان مش كارد جابوت صح؟ يبقى اذا نكتب جنبها كلمه واحده. ليه ممنوع من انجينا ايه؟ نكتب لانه بيقلل حاجه اسمها يا شباب كوروناري بلاد فلو. الدم اللي وصل للكوروناري قليل. يقول لك طب ليه يا ابني؟ هيقول لك كده ويرخم عليك في الشفوي. هو الكوروناري مقفول؟ لا الكوروناري باظ ظبطتش بس ما فيش ايه؟ بسبب ديوتو نقص ها؟ كارديك روبوت. ده إجابة السؤال عن جنرال بيجي في الامتحان، سؤال مهم شفناه كتير. يقول لك أستايل كولين أو إخواته كونترا إنديكيتد إن أنجينا. مش عايز إلا نص سطر. تقول له لأنه بيقلل الكاردياك أوتبوت يؤدي إلى ديكريز الكوروناري فلو. الدم وصل الكوروناري قليل. طعم مش هيبقى نقص. ثم آخر معلومة في الجدول يقول لك الدواء ده الأدوية دي كلها ممنوعة في مريض الثايرويد. اسمه عندك ثايرويد توكسيكوز. لو مرضى اللي عندهم غدة درقية. خلي بالك بقى الدكتور يحط لك السم في العسل يقول لك ايه؟ بص يا ابني مريض الثايرويد ده بيبقى عنده تاكي كارديا صح ولا ايه؟ يقول لك طب ما ده بيعمل ايه؟ انا صدق اقول له ايوه صدق اهو يبقى ممنوع ازاي ده مستخدم؟ طبعا تبقى امتحان تقول ايه ده؟ تتلخبط لا افهم فوق معايا قوي لو سمعت عشان اكتبها برضه لو زعلك يعني
هو اي سؤال بيتسال هنا ليه الادويه دي ممنوعه في الثايرويد يقول لك بين قوسين تعمل كلام كاتب او الدكتور معارض ان هو بيمنع او بيعمل حاجه اسمها اتريال فايبريشن يقول لك كده ما فهمتش حاجه. هقول لك كلمه اتريال فايبريشن مش مهم معناها باللغه، المهم معناها طبيا دي. هذا اسمه بالعربي تذبذب اوزيني، بس ما تجيبوش حاجه تذبذب اوزيني هتفهم حاجه يعني؟ لا تفهم المعنى الطبي. ايه تذبذب اوزيني؟ هذا نوع من الاريزميا. كلمه اريزميا يعني سرعه في ضربات القلب، عدم انتظام ضربات القلب. تقول لي طب ما هو بيعمل برادي يبقى المفروض عالي. لا انت مش لاقط حاجه مهمه. الناس اللي عندهم ثايرويد مش زينا كده. عندهم الهارت بتاعهم سنسيتيف جدا يا ابني لحاجه اسمها ايبينفرين. الهارت بتاعهم سنسيتيف جدا لحاجه اسمها ايه؟ تقول لي ما هو مفيش ايبينفرين، ده احنا بندي استايكولين واخوات. ما تنساش ان النيكوتينيك اكشن بتاع استايكولين واخوات اللي هو النيكوتينيك يعني بيزود ايبينفرين. هتقولي بس ايبينفرين بكميات قليله ملهاش لازمه، احنا قلنا ان هو اكشن ويك دايما. ايوه بس الناس دي عندها ايه؟ بتتلف. قلبه سنسيتيف جدا لهذا الايبينفرين حتى لو كميات قليله. وبتاع التالي ساعتها مش هيعمل بقى ايه برادي؟ لا بس الثايرويد مش هيعمل برادي زينا كده، هيعمل تاكي. ليه بقى؟ يبقى لازم نكتبها له كده. ليه المريض اللي عنده ثايرويد تعبانه ما ياخدش هذه الادويه؟ هتقول له ديوتو اللي هو جنبها ديوتو نيكوتينيك اكشن اللي هو هتكتب من قوسين ايه يعني؟ ايه النيكوتينيك اكشن اللي زعلك؟ بيزود ريليز اوف مين؟ ايبينفرين. ونقول ايبينفرين فروم حته اسمها يا ولاد ادرينال ايه؟ ميدال. ده اللي مزعلني، فهمي صح؟ الاكشن ده في اي انسان زينا طبيعي الحمد لله يعني ملوش لازمه، لان قلبك طبيعي، قلبك هيشوف ايبينفرين بكميات قليله مش هيعمل حاجه لك يا عم، ايبينفرين بكميات قليله. مش هيحصل حاجه، لكن ايبينفرين بكميه قليله، في شخص عنده ثايرويد، الثايرويد ده بيبقى عنده ايه؟ البيتا يعني البيتا بتاعته او الارت بتاعه بيبقى سنسيتيف جدا. لو ذره ايبينفرين واحده ماشيه في الدم يستجيب لها ويعمل تاكي كارديا عليها. لو ما سمعهاش تاكي اسمها اريزميا. فكره كلمه ايدر فابريشن ممكن تجيبها كلمه ايه؟ اريزميا اللي هو السوء او سرعه في ضربات القلب. يبقى هنا يا اولاد يفهمك حاجه، اللي انت عارفه في البريدي كارديا ده في كل الناس. اي حد ياخد استاجون وعيلته يحصل له بريدي كارديا الا شخص واحد بس اللي عنده ايه بقى؟ الثايرويد ديزيز او اسمه ثايروتوكسيكوز، ساعتها يحصل له ايه؟ اريزميا او تاكي كارديا. اهم سؤال هنا في الكونترا انديكيشن جه في امتحان كتير، جيف ريزون ليه استالكولين وعدته ممنوعه في الانجاين؟ سؤال سهل جدا. تقولوا ليه بقى؟ ها؟ يا قلب كارديك ابوت يا قلب كوروناري بلاد فلو. ماشي والسايد افكت طبعا هحفظها بطريقه ثانيه بعد شويه، يعني ما احفظهاش بالطريقه دي لان برضه الحروف مش مهم مش تحفظها قوي. في طريقه احسن وجايه بعد شويه في ايه في دواء ثاني. كده خلصنا الجدول الاولاني، وركز معايا بقى والله كده عشان ما تنساش. احنا بنشرح في الجدول خلصناه اسمه دايركت بارا سمباسو مايميد. كلمة دايركت يا ولاد بتديك طبعا مش عارف ايه؟ على ستة. ولاحظ ملحوظة مهمة قبل ما تسيب الجدول ده. كلهم اشتغلوا على المسكرين صح؟ الخلاف على مين؟ الحتة دي هتبقى في العام مهمة، أنا بقول لك هو اللي فيها من البداية. ليه يا بيه؟ يجيب لك كده. عليك لما يلعبوا في العام كده، يقول لك لما تدي أستايل كولين الضغط يحصل إيه؟ بينخفض. يقول لك ليه؟ يقول عشان أستايل كولين بيشغل المسكرين أقوى. فيعمل هايبوتنشن. يقول لك طب لما تدي أتروبين ده عملي. هيحصل هايبرتنشن ليه؟ لان هو في المسكرين ناقص ايه؟ نيكوتين. يقول لك سؤال تاني، لما تدي بيسانيكول هيحصل الضغط؟ هينخفض طبعا. لما تدي اتروبين مش هيحصل حاجه، الضغط مش هيعمل صح؟ لان بيسانيكول ما عندوش ايه؟ يبقى لازم تكون مذاكرني نظري كويس. عشان لما اجي اشرح لك عامل عليه تبقى فاهم. طيب قول يا دكتور. يعني هسالك انا هرد على سؤال. البيسانيكول كدواء ملوش نيكوتين صح؟ هل ممنوع في الثايرويد؟ ده السؤال اللي رد على كده سؤال دكتور، ركز معاك كله يرد. لو انا دلوقتي بتكلم عن الثايرويد مريض الثايرويد مريض الثايرويد. هل ممنوع عنه بيسانيكول؟ بص في البيسانيكول وانت رد لا. لا ليه؟ ما عندوش نيكوتين صح؟ مشكلتي مع الثايرويد ايه؟ النيكوتينيك بيزود الملف؟ البيسانيكول ما عندوش اصلا. ماشي صح. طيب ده الجدول الاولاني اسمه دايركت بارا سمباسو مايميتك استايكولين واخواته. الجدول الثاني النهارده على طول مفيش مذكره خالص، الجدول الثاني يلا. ايه اسمه يا دكتورنا العزيز؟ ان دايركت، شوف الكلمه وعلي على الله كلمه، بس شبه بعض الجدولين. بس ده بيتسكت بطريقه ثانيه، علي مع كلمه الدايركت دي. ان دايركت بارا سمباسو مايميتك. يبقى هنا عندنا في البارا سمساك احنا مستريحين. دايركت في الجدول والدايركت في الجدول، مفيش ميكس. تعالى يا ولاد معلش، حد فاكر زمان
الدايركت سيمباثوميميتك هناك كانت بتزود الريليس بتاع النور ايه؟ يطلع يعمل اكشن. دلوقتي هتقول لي واحد يقول لي يعني هزات استار كولين الريليس يعمل اكشن؟ لا. ليه بقى؟ استار كولين لو طلع من البيزك او جرانيول مش هيلحق يشتغل. بيتكسر بسرعه بكام انزيم؟ ولذلك ده مش الحل. لو انت زودت الريليس هيتكسر برضه استار كولين مش هيحصل اكشن. ولكن الحل الوحيد ايه؟ امنع الانزيم. امنع الانزيم اللي اسمه كولين ستريس. فالمجموعه دي لها اسم يا اولاد اللي عايز يكتبوا على راس الجدول من فوق. المجموعة دي كلها اسمها ايه؟ كولين ستريس انهيبيتورز. العيلة دي كلها كده. الاندايركت اسمها كده يا شباب. بس كده من فوق بقى لو سمحت. كولين ستريس انهيبيتورز. الأدوية اللي بتمنع كولين ستريس انزايم. في ناس بيسميها اسم تاني برضه. انتي كولين ستريس. في ناس بيسموها لغاية انتي كولين ستريس. طبعا انا افهم ايه بقى معلش عشان في ناس انا شفت مره ناس بتحل ام سي كيو قدامي فعكوا الدنيا. عكوا الدنيا ازاي؟ هو قرا او فهم غلط. لما لقى مكتوب كلمه انتي كولين ستريس فهو فكر ازاي؟ قال لك انتي كولين ستريس يعني عكس الاستار كولين، يبقى عكس الاستار كولين كده احنا عكينا صح؟ هل هو عكس الاستار كولين؟ فلازم اكتب سهم عشان تفكر نفسك ده ازاي؟ جنبها كده جنب كلمه انتي كولين ستريس يعني بيزود الاستار كولين صح ولا ايه؟ يعني اكتب جنبها فكر نفسك هو ده انتي كولين ستريس يبقى بيزود استار كولين. ومعلش سيبنا اشرح الاول ما تكتبش حاجه في وش الجدول خالص. اصبر عشان تفهم. انا عايز افهمك اصلا ايه الانزيم اللي اسمه كولين ستريس ده. عملت الجدول ده كله معتمد على هذا الانزيم. ودي اخر ادويه في الباراسيمباثوماتيك. اخر ادويه الدكتوره شراس. ان شاء الله الحصه القادمه نبدا الدكتوره ايمان. اول مره تنزل يعني اول مره نشوف بس يعني الدكتوره اسلام طبعا نزل قبل كده بس مش فرض. نزل محاضرات توكسيكولوجي وامتحانه معقول مش ضامن. بس عايز حد فاهم ما تلعش. يعني اسئله بتاعت فيها اسئله سهله جدا واسئله بتجدع. الدكتوره رشا اسئلتها ثابته من زمان متوازنه بصراحه. الدكتوره امال دي ما اعرفش عنها حاجه. اول مره تنزل اول ما تنزل خالص اصلا في طريق الايه؟ الاسم سواء فارما او توكسيكولوجي او اي حاجه. لا منى لسه ما جتش منى لسه في اخر المحاضرات. ايه؟ دي تفرق ايه يعني؟ يا بنتي لا مش دي في امام بتاع فارما هو واحد بتاع درجه احتراف يعني كده دي الدكتور ايمن كان في حد سبب ما كانش بتشتغل محاضرات فطبعا هي جديده فلسه هنعرف على ايديكم ان شاء الله هي دي امتحانات كويسه ولا لا. دكتوره منى في اخر محاضرات الدكتوره منى تحب حاجه واحده هي بتفهم كويس جدا بس شديد شديد بس لو انت فاهم تحب انت مستريح ان شاء الله كويس انها مش واخده الجزء كله لان كنت هتعبوا يا دكتور ايمن بكده اه مش عايز افهم يا ابني يعني اسمع يا سيدي دلوقتي قصه ايه؟ الادويه دي كلها بتمنع انزيم اسمه كولين ستريس لازم افهمه لك الاول اوعى إيه تكتب حاجه ولا ترسم حاجه اصبر على اسمك الانزيم اللي اسمه كولين ستريس يا جماعه انا يعني كمخطط له كده حاجه توضيحيه هو انزيم عنده اثنين سايت اسمع معايا في مكان اسمه انيونيك سايت انيونيك سايت وفي مكان اسمه سيرين سيرين سايت طبعا هو الاسم تاني اسوأ بس ايه الاسم اللي مشهور عنه سيرين ده اسم سهل له اسم تاني سيرين ده اسمه استريتك سايت. جاي من كلمة استر. استريتك سايت. بص يا سيد العزيز. ده اللي اسمه مرسوم على الصبر ده هتكتبه ورايا بس على شوية ما اخلصه. اسمه ايه؟ كولين استريس انزايم. هسأل سؤال واحد. ايه وظيفة الكولين استريس انزايم يا ولاد؟ مش يمنع بقى عايز اعمل منك. يكسر. استايل ايه؟ فوق معايا قوي. هذا الانزيم مهمته في الجسم بتاعنا هو موجود عندنا كلنا الحمد لله بيكسر ماده اسمها في الجسم استار كولين قليل عشان يكسر استار كولين عندي شرط واحد المكان ده والمكان ده يبقوا فاضيين فاضيين لاستار كولين يجي استار كولين يرتبط هنا وهنا في نفس الوقت يعني استار كولين يجي يعمل كده يرتبط هنا وهنا يحصل ديستراكشن يعني هو شرط صغير بس مهم الانزيم عشان يكسر استار كولين لازم يبقى كده دلوقتي فاضيين لمين؟ فاضيين لاستار كولين يرتبط بيهم يحصل ديستراكشن سوري في التشبيه بس هقرب لك الصوره عارف الجزمه؟ ينفع فرده واحده؟ لازم فردتين صح ولا لا؟ هكذا الانزيم لازم الفردتين يكونوا اكتف وشغالين وفاضيين لاستار كولين يرتبط هنا وهنا يحصل له ايه؟ استار كولين يحصل له ديستراكشن احنا فهمنا كده فقلنا عملنا احنا ايه بقى؟ عملنا ادويه تمنع الانزيم قال لك ازاي؟ في دواء يرتبط بهذا السايد بس يعني في دواء هنديه من الفارما يمسك السايد ده تعالى لي طب ما ايه المشكله؟ ما السايد الثاني فاضي له لازمه يعني انت لو سوري يعني جت جزمه جديده وايه بقى لسه اول لابس ضاع منها فرده
الله عشان ما تنساهاش. وايه لازم اسحك قوي ده انا فرده قدام الثاني خلاص هكذا الانزيم لو فرده مشغوله الفرده ما لهاش لازمه. ففي دواء هنشوفه دلوقتي بيمنع الفرده دي لو انيون. في دواء ثاني بيمنع الفرده دي. في دواء رخم بيمنع الاثنين مع بعض يعني بيمسك يوم مني. عايز ادويتنا بقى اللي هنشوفها بعد شويه كلها بتمنع الكوليسترول. دواء بايند هنا ودواء بايند هنا ودواء بايند في المكانين. اسميهم بقى من الجدول بتاعنا بعد شويه. عندك ده اللي بيمسك هنا في الانيوكسايد ده اسمه هيدروفونيا. هيدروفونيا هتلاقي رقم 3 في كلمه الجدول عشان لو مش شايف خط. هيدروفونيا ده بيمسك في الانيوكسايد ثم كينج بتاع حصه النهارده. اهم دواء في حصه النهارده هو مش دواء بس في الامتحان مهم جدا. عيله بتمسك في هذا السايد اللي هو اسمه سيمين. عيله اسمها اورجانو فوسفورس كومباوند. اورجانو فوسفورس كلها بويزون سموم ولكنها في الفارما مهمه جدا. اورجانو فوسفورس كومباوند. اما العيله اللي بتمسك في الاثنين سايد مع بعض عيله لها مقطع اسمه استجمين. المقطع بتاعها اسمه استجمين عشان نخلص. هتلاقي ده ان شاء الله ده بيه حالا نيوستجمين وفيزوستجمين. يبقى اذا يا جماعه عشان بعد شويه اقول لك اسم الدواء تقول لي ميكانيزم. كل دواء اللي موجود في الجدول دول له ميكانيزم على السبوره معانا. يعني بقول لك هيدروفونيا حد يقول لي ميكانيزم يلا بسرعه. بايند تو اني سايت فيمنع انزيم اسمه كولين ايه؟ فيزيد في الجسم هاستايل كولين. حد معترض؟ لما اقول لك ده اسمه اورجانو فوسفورس كومباوند ان شاء الله على قليل. بايند تو اني سايت 3 يمنع كولين ستريس فيزيد استايل كولين. فاستايل كولين هو اللي بيشتغل ويعمل اكشن. اما استجمين ده مقطع. استجمين ده ايه اول دواء انت بيه دلوقتي؟ مقطع دوائين فيزو ونيو. فيزو استجمين ونيو استجمين بيشتغلوا بيمسكوا بالاثنين سايد فيمنعوا الانزيم فيزيد استيربولين. هنا في لقطه صغيره قبل ما اخش على الجدول بقى بتاعي. الاستجمين عندهم غلطه صغيره مش غلطه يعني بس ايه؟ ما خدوش بالهم وهم بيشتغلوا. هم مسكوا في اني سايد رد وكانهم استيربولين صح ولا لا؟ ما استيربولين كان المفروض يمسك في الاثنين ويتكسر. تقول له يبقى الدرجات دي ليها غلطتها او ايه مشكلتها؟ هي يعني بترتبط الاثنين صعب فبتمنع الانزيم فعلا بس في الاخر بتتكسر الانزيم. ليه بتتكسر الانزيم؟ لانها ماسكه في المكان وقعت في الفخ. يا ابني ما هو اللعبه كلها كانت قايمه على ايه؟ استايل كولين عشان يتكسر عنده شرط. ايه الشرط بتاعنا؟ يرتبط في المكان في نفس الوقت. فالادويه اللي في الفارما بترتبط في المكان في نفس الوقت برضه بتتكسر الانزيم. هيقول لي طب هي بتمنع ولا مش بتمنع؟ هي هتمنع ساعة ساعتين قول يا عم 10 ساعات بس في الاخر ها هتتكسر بهذا الانزيم. ده رسمه في ظهر الجدول الله يكرمك بتفهمك كل الميكانيزمات بتاع الادويه اللي جنبي. طبعا انا كل ما اجيب ده هشرح ميكانيزم تاني اقول لك من اول بس ده الرسمه دي هتريحك. يبقى عرفت يعني ايه النهارده كلمه انتي كولين ستريس او ادويه اسمها كولين ستريس انهبيتور زي ده دي تشتغل عن طريق بايندنج تو يا اما سايت واحد يا اما الاثنين سايد بتوع الكولين ستريس ايه؟ انزيم. نسمي الله كده بقى ونبدا ادويتنا. اول دواء اسمه فيزو. ماشي. الرسمه دي معايا الله عشان اشوفها. رسمه توضيحيه على فكره ما فيهاش فن. ما كل ستريس معين على فكره ما بنتكلمش عن نقطه دلوقتي تروسو زي بعض دلوقتي بالنسبه لي. يعني الانزيم ده اللي على السبوره ترو ولا سون الاثنين. اسمع يا زيني بقى العزيز اسمع دلوقتي يا دكتورنا اول دوايين الجدول ده اللي هو ده مش هيرتفع الجدول اللي فات الجدول اللي فات كان بالعربي كنت ذاكر ده لا دوايين مع بعض لوحدهم يحفظوا لك بعض قصاد بعض ثم دواء لوحده اللي هو اهم دواء في حصه النهارده. هتقول انت بتبدا فيه الاول مش بمزاجي ترتيب عشان يفهمك معلومات ورا بعض بس هتفوق معايا في اخر حصه معلش. ده الاولين دولت فيهم كلام قليل. ابدا يلا فيزو قلل الجدول. اول ده اسمه فيزو. فيزو اسمه كده فيزو استجمين. وده التاني اسمه نيو. نيو استجمين. طبعا استجمين على السبوره لسه ما هي ما شلناهاش. يعني بيمسكوا بقى سايد. تكتبش طبعا هكتبك في مكان. يبقى اذا لك اول دوايين مصاد بعض. وادي اسمه فيزو استجمين. وادي اسمه نيو استجمين. مالهم بقى يا سيدي؟ اولا الدواء الاولاني ده معلش ركز معايا في اللقطه الاولى هتريحك طول الايه طول الوقت. فيزو استجمين ده يا شبابنا الدواء بادئ بحرف البي. ايه المشكله يعني؟ ما دي اللي هتريحك في المذاكره. الدواء بادئ بحرف الان. لما خلص الدنيا هتعرف ان الحرفين فرقوا معانا جدا. بص يا سيدي العزيز
فيزوتيجمين ده بحرف البي بيفكرك طالع من بلانت من نبات، مش مهم اسمه طبعا احنا، بس السؤال الاولاني اوكي كلمه اسمها ناتش، الاولاني ده طالع من نبات يبقى ناتشرال ولا سينثيتك؟ 100 100 اسمه بس يبقى ده ان اهو، وبالعماره بيسموه في العقاقير التيرشري امين، دي كلمه بقى استراكشر مالناش دعوه احنا بيها. يبقى هذا ده اسمه فيزوستيجمين بحرف البي طالع من نبات. على فكره الحصه اللي فاتت في ده اسمه بايلوكاربين كان بحرف البي برضه وطلع من نبات. المهم ده تيرشري امين ناتشرال، اما ده يقول لك لا انا بص اما تلاقي حاجه يقول لك انا ريتم انا صوم انا سينسيتيك، واسمي يا سيدي كواترنري امونيوم، كواترنري امونيوم معلومه عديها يعني مش هنسيبها عشان لو جت سؤال ولا حاجه تبقى عارفها. يبقى يا ابن حلال اول دول الفرق بين فيزو ونيو هما الاثنين اخوات على فكره بيشتغلوا بميكانيزم واحد بس يقعدوا ايه يعاندوا بعض، هذا ناتشورال طالع من نبات ده سينسيتيك. تقول لي ماشي استفدت انا ايه من الكلمه اللي انت قلتها لي؟ لا استفدت اسمع ادم ده طلع من نبات سمع له كلمتين ببلاش ابسوربشن وديستريبيوشن، هذا كومبليت كومبليت جي اي تي ابسوربشن امتص تمام من جي اي تي وباص حاجه اسمها بلاد برين ايه؟ يعني له سينيس ولا ملوش؟ له ان شاء الله. وانت بتذاكر في زوم حرف البي اهم كلمه هنا باص بيعدي بلاد برين بلد كلمه صم. اللعبه كلها على فكره في الميكانيزم بتاعه والاكشن بتاعه واليوز والسايد افكت على كلمه لوسي نيس ولا ملوش. طب نيوستيك مين؟ لا نيوستيك مين يا ابني؟ هو في ناس قالوا نوت ابسورب ورايحوا قال لك ايه دي ايه؟ انا كده زي ما قلت لك يعني انكمبليت ابسوربشن جي اي تي امتصاصه ايه؟ يعني جزئيا انكمبليت جي اي تي ابسوربشن ونوت باص البلاد برين ايه؟ باري ما بعديش بلاد برين اصلا. وذلك وانت بتذاكر برضه الحرف يريحك يعني ايه؟ هو عين نط الكلمه دي اللي هتلاحق والله. يبقى الوادي الفيزو استجمين بحرف البي باصل في البلد من بلد يبقى سينيس اكشن ان شاء الله ادام بيعدي يبقى عم سينيس ان يستجمين ان نط باص ما بيعديش ولذلك مالوش سينيس. ركز بقى يبقى فهمت الكلمتين بالمقارنه؟ طيب الاثنين كدرجين اخوات يتكسروا بكل ستريس ولا ما يتكسروش؟ فكر فين يقول لك عشان ماسكين في المكانين وزي بص دي بيتكسروا انزايم بس برضه يقول لك عشان تحفظنا احنا قصاد بعض. انا ده بتكسر رابيدلي بسرعه بيتكسر رابيدلي باي كولي ستريز الميتابوليزم بتاعه، اما ده ليه سلولي باي كولي ستريز. يبقى لو فهمت الكلمه دي رد عليها في اللي بعدها. خليك معايا بقى ده بيتكسر ايه؟ رابيدلي ده بيتكسر ايه؟ سلولي. رد يبقى ده شورت ولا لونج؟ اه واللي جنبه 100 100 كده خلصنا الكاينيتك. وعلى فكره الكاينيتك لو ملهاش لازمه ما كنتش قلتها. لا لازمه مهمه. ازيك يا شبابنا الاعزاء الواد فيزو ده قول له فيزو استجمين قول له بص بقى اديني فرصه اصلا اقول هذا ناتشورال دراج يبقى كوميت ابسورب عشان مش جي اي تي وباص قال بي بي بحرف البي بتاعته بلانت بناتشورال وبي يعني باص. اما الاستجمين لا لا هو مش ناتشورال سينثيتك نوت ابسوربت نوت باص بلاترين الاثنين بيتكسروا كل ستريس بس ده بسرعه يبقى شورت ديوريشن ده بوت يبقى لونج ايه؟ 100 100 خلصنا كانت خش على دايناميك. طبعا انا منتظر دلوقتي اقول لك ايه؟ الاكشن صح؟ انا بقول الاكشن هو اصلا ما فيش ريسبتور هنا ما اقدرش اقول لك ماسكريك ونكتريك بقى ده مش دايركت فهو معايا ما تتراش الا ما خلص الاثنين في اكشنهم او ميكانيزمهم زي بعض لازم انا اكتبها له بايديا يعني واحد يقول لي عليها يا دكتور الكلام اللي هكتبه ده بالعرض على الاثنين وهتستنى بس ما خلاص عشان ايه مكان يشيل يبقى ايه شكله حلو جدا. هما الاثنين بيشتغلوا ازاي؟ بايند اني سايت اني سايت فيهم؟ يبقى بايند اسميهم الاثنين لو سمحت تو انيونيك سايت اند سيرين سايت واسمه الثاني ستريتك معلش سايتس اوف كوليني ستريز. السؤال بقى لما يمسكوا في المكانين دول انت استفدت ايه؟ ما هو دلوقتي ده السؤال اللي لازم تكمله لايك ليفل هيزيد مين؟ هيزيد اصلا كل ايه صح؟ السؤال بقى اصلا كل ايه مش بتاع الماسكرينك ولا عن نيكوتينك؟ ايوه اصلا كل اهو قلت ماسكرينك اند نيكوتينك صح ولا ايه؟ يبقى لايك الدراجين ميكانيزمهم واحد قولوا اكشنهم واحد
هتابع شويه الاماكن بقى السليكتيفيتي. يبقى الاثنين بايند، نكتب بقى الكلام ده بالعربي في الاثنين بايند تو الاثنين سايت، سميهم انيونيك سايت وسيرين سايت بتوع كريستريزن سايت. فايزين ماده اسمها استر كولين يا شباب، يشتغل منهم ايه؟ على ان وعلى ان. خلي بالك عشان برضه لما يجي يسالك في الامتحان هل فيزو او نيورون نيكوتينيك كله ايه؟ يقول لك ازاي هم ما بيشتغلوش؟ يا ابني مش هم، الترانسميتر في الجسم الجديد اسمه استر كولين بيشتغل بقالهم. ماشي؟ معلش لقطه صغيره قبل ما اكمل. يا ترى مين فيهم عنده سي ان اس ومين ما عندوش؟ فيزو عنده؟ اسمه فيزو سهل، اسمه فيزو. مش عارف ليش اسمه فيزو قبل كده؟ فيزو. وده اسمه نيو. سهل يعني؟ فيزو ونيو ستيكني عشان الكلمه ما تبقاش رخمه. يبقى يا ابن حلال. ده بقى طبعا هتلاقيها مكتوبه، ده مكتوبه خلاص انا رايح بس. هتلاقي مكتوب سي ان اس هنا اهو حتى يبعد شويه بعد سطرين. شفتها؟ سي ان اس. هنا مش سي ان اس. ماشي ولا ايه؟ طيب. كده خلصت الديناميك اللي هو ايه الريسبتور معانا. تعالى نتكلم بقى على السلكتيفيتي، الكلمة دي بتريحك. مين هيسمع السلكتيفيتي بتاع اللي فات كلهم بالعرض؟ يعني هقول للدرج قول لي السلكتيفيتي بتاعك، رد عليا. استايل كولين. ملوش. ميسا كولين. سي بيس. كارباكول وميسا نيكول مع بعض. جيوتري. يلا تعالى. بايلو كاربين. ايوه سكريش. هنا النهارده اسمع بيقسموها. الكلام ده انت بتاع الارض. وانت بتاع الجي اي تي بلادر. اسمع معايا اسرع عشان هتجاوب انت بنفسك. لما تشوف كلمة اي موجودة في الجدول الصفر دول سمع مرضين على طول. واحد معلش عايز حد يقول لي مرض. ايوه ما انا عارف يا عم ما تشتغلوش من على العرش انت والجمعه. عايز حد مش شافه ليه؟ ليه؟ مش شافه اللي ورا بقى؟ لا لا رد عليا بقى كده. ليه الدواء ده واللي فات قبل كده يستخدم في علاج جلوكوما؟ ايوه بيعمل كلمه اسمها ايه؟ ميوزس. ميوزس دي بول ولا بوش؟ والايريس ايريس اوي فروم ايه؟ قناه اسمها قناه ايه؟ شليف. انت صح يا باشا كامل. بياخد الايريس من القناه وشليف فيزود درينج بتاع الاكس. بيحصل ايه في اي او بي؟ مش كات ايه الاي او بي؟ يبقى ده اولاد الميوزس. في الميوزس دي الكلمه انا عايزها من الاول. يبقى ده بيشتغل اي يبقى يعالج جلوكوما رقم واحد. ورقم اثنين الحصه اللي فاتت برضه فاكر كلمة هنا اسمها كاونتر اكت؟ تعرف كده ولا لا؟ انا المفروض ما بتمشي والله تسمع انت غش من الجدول اللي فات لو انت مش شايف. كاونتر اكت ايه؟ مايدريزس افتر فاكرها؟ افتر اي اكزامينشن يا جدعان. اللي الدكتور لما يخلص فحص العين يا اولاد لازم يدي ميوتك عشان ترجع العين لمكانها بطبيعتها. المهم هنا كلمة افتر. افتر اي اكزامينشن. كاتبينهم الحصة اللي فاتت مكتوبين في جدول. آخر جدول آخر دواء اسمه بايلو كاربين. ما تجيش هنا ليه؟ ما الجدول عندك. بايلو كاربين كان بيعمل الاثنين يوز دول. كوركوما وكاونتر اكت مايدريز. بيضاد المريض بعد ولاد حاجة اسمها فحص قاع العين. أو فحص العين. طب يلا سامح أنت. ميوستيك مين؟ يقول لك أنا بتاع جي أي تي وبلادر. ماشي؟ البلادر الأول، البلادر الأول يبقى مرض اسمه إيه؟ رقم واحد هنا يورين ريتنشن التباس البول. رقم اثنين هتقولي جسمك. لا انت مش عايزه جسمك، عايز اخر كلمه. ايوه اسمها ايه بقى؟ باراليسيس. اسمها عارفينها؟ كلمه باراليتيك يعني باراليسيس. الياس يعني تيست. اسمها لك باراليتيك الياس. باراليتيك الياس. زي ما يا جماعه احنا بنشتغل زي ما ايه اللي بيحصل؟ احنا بنجيب الكلام ده من كده نقوله. هنا الفكره كلها في السلكتيفيتي. تقول لي اسم التيشو ارزع غش من الجدول اللي فات احسن لك. يا ابني غش من اللي فات. انت مش عارف غش من يبقى دي كارثه ثانيه بقى. هنا كان في دوايين شغالين على الجي اي تي بلادر. اللي هو فيزو اللي هو سوري كارباكول وبيسيليكون. هتلاقي استخداماتهم يورين ريتنشن. بالعباره كان مكتوب بوست اوبراتيف صح؟ نفس الكلام. وجاستيك ريتنشن مش عايزينها. اكتب له المرض اللي تحتها باراليتيك ايه؟ شال معاك. طبعا انا بحب معاك. يبقى يا اولاد انا دلوقتي فهمت حاجه واحده. الدكتور لما يجي يسمع لك يقول لك يا ابني قول لي بقى كم دواء لحد دلوقتي سيلكتيف على الاي؟ كم دواء لحد دلوقتي في المره السابقه سيلكتيف على الاي؟ لا ما تقولهاش رقم قول لها ادويه احسن. لا في بايلو كاربين. لا ولا دي؟ ميسانيكو وكارباكو.
والنهارده في دواء اسمه فيزو صح لا؟ ما ده انت عشان كده جايبهم تحت ورا بعض كده هتتخيل الصوره تجيبهم دي فكرتي. طيب على فكره ده بيعدي سي لسه ما عديش وذلك هيبقى مكتوب عندك سي ان اس ستيمولنت بينشط السي ان اس يا شباب. قول لي معلش بالراحه بس هيحصل يعني اقول ده بقى ملوش على السي ان اس ولكن انا بشتغل حاجه اسمها اس كي ام. سكيلتال ايه؟ عضلات المخططه بتاعتنا. المهم يقول لك يا دكتور هو اللسان انت بتشتغل على السي ان اس بيعالج مرض مشهور جدا على مستوى العالم اسمه الزهايمر تحت اهو. يا اخي الراجل المرض ده عندنا في الترم الثاني دكتور شغال شرح نفسها يعني ثاني مرض في الترم الثاني باذن الله في السي ان اس باركنسونيزم والزهايمر. الزهايمر ده اسمه دكتور عشان ما اتجوزش اسمه دكتور على فكره دكاتره عاملين مرضات وادويه كتير ومحرجه. ايه ما اسموش زهايمر يا عزام الناس بتقول اه قال على فكره المرض ده انا مش هقول لك فيه اي حاجه الا كلمه. الزهايمر مريض يعاني من نقص استايل كولين في السي ان اس. هتقول يعني بينسى يعني انت فاهم غلط بينسى الناس كلها بتنسى المريض ما بيبقاش مش بينسى ما بيبقاش عارف حاجه خالص. المريض يعني انت طبعا لو نسيت حاجه هتنسى انت ساكن فين؟ مش هو كده يعني. انا عرفت خرجت من بره بيتكم هتعرف ترجع الحمد لله نعمه. وانت لو خرجت بره بيتكم لوحده ما رجعتش. طالما بص الزهايمر بينسى هو مين اصلا يعني هو كشخص بينسى هو مين؟ يتوه على الدنيا عارف بيسموه كده ديمنشا فقد عقله. وذلك المرض ده هو الحمد لله كومن في المسنين مش الصغيرين. يعني لو بتاع صغير كده تبقى كارثه. هو كبار السن دايما بيحصل المرض ده هو مرض جينيتيك على فكره المرض فيه جزء وراثي. لو حصل يبقى عنده ايه؟ افكت الاستايل كولين في السي ان اس. الحاله اللي بديله فيزو ليه؟ فيزو بيعمل حاجه واحده ايه هي؟ يعدي الامبرين بقى في ازاز الاستايل كولين بس دي فيك ما بتمشي اي حاجه انت. المرض ده في الترم الثاني وذلك مؤجل. ده الزهايمر. في مرض هنا قصاد اسمعني عشان تعرف الجوانب قصاد بعض شباب. المرض ده جاي لنا الحصه الجايه يعني ان شاء الله مش الترم الثاني ولا حاجه. اسمه بس مايسينيا جريفز. ممكن تجنب العضله مؤقتا لحد الحصه الجايه. وهن او ضعف العضلات. هذا المرض يستجيب يستعمل في دياجنوزيس وتريتمنت تشخيص وعلاج. المرض ده ما بتقلقش ان شاء الله الحصه القادمه على طول هتكون خلصته باذن الله. الزهايمر مش هنشوفه. يبقى اذا ذكر فيزو ذكر ما اسمه الزهايمر عشان بيعدي السين لسه ما تنساش. اما اليوستيجنين بتاع مرض اسمه ايه؟ مايسيل ضعف عضلات. وده بيعالج توكسيستي من دواء اسمه ايه عندك؟ اتروبين. لو حد حصل له اتروبين توكسيستي فالهيستامين بيعالجه. لو حد حصل له كورير توكسيستي، كورير ده دواء برضه بس مش هنجيبه دلوقتي. مؤجل شويه. كورير توكسيستي بديله دوستري. يبقى اذا بص لحد دلوقتي انا ماشي ايه؟ قصاد بعض. ده دواء بس لسه ما عرفوش. سيبه مؤجل. يبقى اذا يا شباب بص على صبرك عشان بس ناقص كلمه في الدواء ده ونخش على بقى يا اخي حتى بحس النهارده. هذاكر الجدول ده ازاي؟ بقى حد راح يذاكر ده كده وده كده يبقى كده ما عملتش ما وافقتكش. بيتذاكر قصاد بعض. رد عليا. فيزو ده ماله؟ ناشر ولا سنسيتك؟ تشري ايه؟ اماين. اما ده؟ سنسيتك. ودول ماشي ماشي. ده كومبليت ابسوربشن من جي اي تي اند باس ده لا لا على فكره قلت نوت نوت ماشي نوت ابسوربنج نوت باس. ده بيتكسر بريستري صح؟ بس رابط ده شورت ايه؟ ده بيتكسر سوري بالونج ايه؟ بيرامي. الاثنين لهم ميكانيزم واحد بيمسكوا في انهي سايت يا شبابنا؟ سموهم نيونيك سايت وسيرين فيزيد استايل ايه؟ مش تعمل مصدرين كونيكوتينيك مع بعض. السلكتيفتي بقى ايه دي بتفصل بينهم؟ هذا بيحب الاي يبقى مرضين عرفتهم؟ جلوكوما واقراها مره كاونتر اكت ايه؟ حبيبتي في الامتحان انت مزنوق عايز تكتب انت مش تكتب في الامتحان انت لو عندك امتحان زي ما بقول لك تختار ماتش تشاور مش هتبقى بتكتب جديد. عايز تكتب يا سيدي مش عاجبك كاونتر اكت دي معناها في اللغه انت جونايز وخلاص. بيضبط مايدريزس بعد اي اكزامينشن هنا بيحب جي اي تي بلادر مرض في البلادر اسمه يورين ريتنشن والجي اي تي شباب اسمه براتيك ايه؟ هيلز. هنا بيعالج مرض اسمه ايه؟ مرض مشهور جدا اسمه الزهايمر وده مرض اسمه مايسينيا ايه؟ اتروبين توكسيست لسه مش فاهم انا عارف لسه مش فاهم وده كورين توكسيست لسه برضه مش مفهوم كيف معاك؟ ناقص لك سايد افكت يا عم تقول لي مش مكتوب سايد افكت يا ابني توكسيستي في اي حته في الفارما اكتب بتساوي سايد افكت
يعني كلمه اوكسستر على جنب ايه هي السيرفنج، هما الاثنين زي بعض صح ولا لا؟ ايوه الاثنين اكشنهم على الماسكارينيك والنيكوتينيك. يعني شفت كلمه من شويه، فاكر من شويه كلمه شاف اسد دي؟ نفس الكلام ده ممكن يجي هنا مع نفس الكلام ممكن يجي بكلمه تويتشز معانا برضه الناس السايد افكت بالظبط، بس الفرق بينهم بقى في حاجه، يعني ده بيعمل اصلا بين اكشن بالظبط وده نفس الكلام. الفرق بينهم في ايه بقى؟ ان ده عنده كونفرجن وده ما عندوش. يعني ايه كونفرجن؟ تشنجات. قول لي ليه ده بيعمل تشنجات وده بيعملش؟ ما اكيد هي كلمه واحده، عشان ده عنده سي ان اس وده ما عندوش صح ولا لا؟ شباب فوق معايا. الفرق الوحيد تعالى يقول لي طب انا مش فاهم هو السايد افكت ايه؟ يا ابني السايد افكت انت حفظته مره واحده بتاع الجدول اللي فات، هو بتاع الجدول ده. الاعراض الجانبيه كلها واحده، حتى هنا مصري كنت بديلك معايا. الفرق بينهم في كلمه واحده، هذا كونفرجن في تشنجات هنا لا. ليه؟ هنا في سي ان اس صح ولا ايه؟ هنا مفيش. ولذلك لما تحب تعالج التوكسيست، اسمع تحتها عشان نخلص الحته دي بقى. لما تحب تعالج التوكسيست بتاع هذا الدواء الاثنين بيتعالجوا زي بعض. في ده طبعا بيضدهم الاثنين اسمه اتروبين. الله قال لي يا دكتور مش ده علاج اتروبين؟ واتروبين بيعالج. ده مبدا في الفارما اسمه كومبيتيشن، سمعت عنه؟ المنافس الاثنين بيتنافسوا على ريسبتور واحد. فلو ده عمل توكسيستي شيلوا شيلوا اتروبين، ولو اتروبين عمل توكسيستي شيلوا فينوستيجين. على فكره برضه اتروبين ينفع فينوستيجين، بس انا مره سالت الدكتوره ليه؟ فينوستيجين ينفع هنا برضه. فلذلك برضه فينوستيجين لو عمل توكسيستي شيلوا اتروبين، لو اتروبين عمل توكسيستي ممكن اشيل فينوستيجين. المهم عشان كلمه الاثنين بيشتغل على ريسبتور واحد. يبقى انا معالج الاثنين باتروبين ثم هنا محتاج انتي كونفرزنت. ليه؟ هنا مش محتاج انتي كونفرزنت عشان ما فيش. ادي يا عم فيزو نيو، اهم معلومات فيزو نيو ايه؟ على فكره المعلومه اللي جامده قوي ماشيه معاك، هذا لو سي ان اس هذا ملوش. اللعبه كلها عليهم. ماشي؟ اللي نايم يصحى. اهم حته مش في حصه اليوم، في الجزء كله. الجزء كله. يعني الحته الجايه. يعني سمعت. عيله اسمها اورجانو فوسفورس كومباوند. عيش سيب الخانه اللي في النص دي، هات الخانه الاخيره. اورجانو فوسفورس يا شباب اهم حته في الجزء بتاع الجزء الاصفر ده. جزء الفيروس اللي مساك على فكره اهم حته فيه وعناها سهله. حته دي. فاكر فيتا بلوكر؟ بلوكر ده موضوع مهم. بس فيتا بلوكر ده كان حاجه. دي حته قد كده ربع ساعه ولكنها مهمه جدا. حاسه اللي فاتت. الناس داخل امتحان الفارما اتفاجئوا ان الامتحان حالات. ما كانش متفق عليه. احنا عرفنا قبلها بيومين بالظبط، الامتحان جه حالات. الامتحان كان قبلهم جاب حالات، دكتور اشرف جاب شعور جاب حالات. داخل ورا الامتحان ايه؟ الحالات في الترم الاولاني التاني كان متفق على كده. فطبعا الناس ايه بتخض الحالات ومش عارف. اكتر حاجات جت في الامتحان اورجانو فوسفورس وناس كلها حافظينها. الامتحان رغم ان هو كان مفاجاه بس حلو كويس. ليه؟ انت لو فهمت كده. فاورجانو فوسفورس دي كده حالات. اولا اقول لك الادويه بتاعتها معلش تعرف عليهم ثم نعرف الميكانيزم بتاعهم والاكشن ونعالج التوكسيس بتاعتهم ونمشي. الاورجانو فوسفورس كده يا جماعه بتضم شويه ادويه اسمع معايا. شباب صوت. في حاجه اسمها نيرف جاز اللي هي الجازات المسيله للدموع او اللي بتاثر على الاعصاب زي ما كده غازات الاعصاب. احفظ الجهاز الاولاني بس سرين. طبعا سرين ده مشهور جدا عالميا. جهاز السرين السام. المهم ده سرين اسمه نيرف او تير جاز، جازات مسيله للدموع. طيب في دواء اسمه او مش دواء بقى انسكتسايد. يعني انسكتسايد؟ بيتحشر. احفظ اسمه، اسمه عندك ايه؟ باراسيوم. وبيتحشر بقى سواء بيترش مثلا واحد، يعني الحاله اللي جت سابت كده واحد ايه؟ واحد فلاح عنده مزرعه وبيرشه وبيتحشر. خلاص انسكتسايد اتقالت في الحاله يبقى اورجانو فوسفورس على طول. طيب ثم في ادويه في الفارما كانت موجوده كاورجانو فوسفورس زمان. قال لك في دواء اسمه ايزو فلوروفيت. ايزو فلوروفيت. وده اسمه ايكو سايوفيت. ما هو الادويه دي؟ قال لك كانوا بيعملوا مايوزس في علاج الجلوكوما. ما طبعا اي دراج ميوتك ممكن يعالج جلوكوما صح ولا ايه؟ ماشي. قال لك طبعا الكلام ده كان بيزعلك ليه؟ بياخدوا جرعه واحده في العين تقعد اسبوع كامل. يعني تحط قطره في العين كده من الدواء ده تظل شغاله لمده اسبوع، حاجه افترض. ليه طبعا هتفهم دلوقتي؟ اهم حته بقى عايز اشرحها هنا ميكانيزم الاكشن علاج. الله يكرمك مش عايزين تعيد دلوقتي عشان حته مهمه. ايه الميكانيزم بتاع اورجانو فوسفورس كومباوند؟ انت ممكن تمشي معايا بالكلام. كان مكتوب عندك ده واحده واحده.
لسه قايلها من شويه، اورجانو فوسفورس بترتبط بالايونيك سايت ولا السيري سايت؟ وعندك بايند تو مين؟ سيري. بص بقى دي ادويه يعني كل الاورجانو فوسفورس اللي فوق دي، لا في ادويه وفي بويزون. يعني اللي فوق السيري سايت ده مش دواء، ده بويزون مستبعد اسمه اورجانو فوسفورس. الواد اللي اسمه سارين مش دواء، لكن ايه الكوسافيت ده؟ بس طبعا الكلمات دي كلها اتلغت من زمان من الاستخدامات. بس المجموعه دي عشان مجموعه مهمه ليه؟ وغير واقعي. انت في الصيدليه بتبيع ادويه اسمها مبيدات حشريه صح؟ رابون والكلام ده. ما دي مبيدات حشريه. يعني انت اذا بتتعامل بيها. طبعا في ماده السنه الرابعه كده بتشرح الكلام ده توكسيكولوجي. اسمع بقى. الادويه بتشتغل ازاي؟ الميكانيزم لازم تفهم الاول الميكانيزم. افهمونا التاني يا عم. الاستنزايد فيه كام سايت؟ انزايم في كام سايت؟ 2. انيونيك سايت اهو وسايت تاني اسمه ايه؟ سيرين. يا ترى الاورجانو فوسفورس بتمسك انهي سايت فيهم؟ لا ركز معايا في اللقطه. هي يعني بتمسك بطريقتين ورا بعض. مكتوب عندك ايه؟ اول 24 ساعه صح ولا ايه؟ اكتب بين قوسين ويك بونت رابطه ضعيفه. اول 24 ساعه لما تبقى الرابطه ضعيفه. طيب لو عدى على المدى 24 ساعه محدش عبره هتبقى كوفيلنت، تبقى خط كبير. الرابطة على 24 ساعة بتبقى ويك، افتر 24 ساعة تبقى كوفيلنت. فاكر الكلمة دي ولا لا؟ طب فكرني انهي دواء سمعناها قبل كده؟ كلمة كوفيلنت وانت سمعناها فين؟ لا مش جنرال دلوقتي، انا سمعتها قريب. دواء اسمه فينوكسي من زمان. بص عليك. فينوكسي من زمان ده أول واحد في إيه؟ تعرف اللغة. يمسك كوفيلانت بوند، عشان كده كان الجسم لازم يعمل ايه؟ 24 ساعه لازم يعمل ريسيس. طب فوق معايا الكلمه دي وانت بتكتبها دي احطها تحت شباب خلاص. يبقى كوفيلانت بوند لسه على فكره الكلام لحد ما خلص الحصه كل كلمه على اسئله. نكمل. واحد يقول لي طب ما انا تبقى رابطه كوفيلانت، الرابطه دي بتبقى سهله ولا صعبه؟ مستحيل. على فكره دي تبقى سموها بعد شويه هنسميه irreversible بعد شويه اصبر بس. يقول لك طيب الاول ده الميكانيزم البدايه، بعد كده يحصل ايه؟ قال لك مصطلح عندك صم بيجي في الامتحان اسمه انزايم ايجنت. قلت له يعني هترجمه طبعا بالانجليزي مش بالعربي، بس بيجي لك بالعربي يعني ايه؟ الانزايم على المعاش. هو ايش عارف ايش ايجنت يعني؟ مسن. ايجنت يعني مسن، عارف يعني ايه مسن؟ على المعاش ملوش لازمه. وقتها هنعرفها بالانجليزي اقول لك ايه؟ كده يا ابني الانزايم حصل له ايجنت على المعاش يعني ايه؟ تكتب جنبها من قوسين كده ايرريفيرزابل. الكلمه دي اللي انا عايزها بقى ايرريفيرزابل. وعلى فكره دايما تربط كده الكلمتين مع بعض، لما تلاقي البوند كوفيلنت تصبح الكلام ايه؟ يعني ملوش حل. ايرريفيرزابل انهبيشن اوف كولين ستريت انزايم. وقالوا لي طب يعني كده الكلام ده معناه ايه؟ خلاص يا ابني كده النظام مش هيشتغل تاني. بس الكلام ده بس عشان تبقى فاهم الكلام صح، انت قدامك فرصه كام ساعه لما الكلام ده يحصل؟ جدع الكلام يا رجل. يعني اللي عايز يفهم الترتيب الاول بتبقى ويك بوند، وبعدين يقول يعني ايه؟ يعني ممكن تفكها بسهوله. لو قعدت عليها 24 ساعه تصبح كوفين. يقول لك ايوه استفدت ايه؟ قول له استفدت الكلمه اللي بعدها. الانزيم حصل له ايجن. يقول لك طب يعني ايه؟ قول له ريفرسبل انهبيشن في انزيم. يقول لك برضه يعني ايه؟ قول له يعني كده لازم تصنع الانزيم من جديد. يقول لك يعني ايه اصنع الانزيم؟ ما انت حافظ الحصه اللي فاتت. الانزيم بيتصنع في وقت قد ايه يا ولاد؟ على حسب. لو كان ترو 3 شهور، لو كان سودو اذا كان انا قلت 24 ساعه زعلت. وده كان 24 ساعه 3 ايام في فلوكس من زمان. يقول لك انا 3 اسابيع او 3 شهور. طبعا ما تزعل. مفيش داعي هنا في موت. وذلك يا ولاد الكلمه الاخيره عشان في الحته دي ميكانيزم. مكتوب عندك ريستوريشن. تبقى طريقه ثانيه الاستوشن دي بتبقى ريسينسز يعني. ريسينسز كمان قلنا قبل كده مع بعض. او ريجنريشن جد. الريسينسز يا اولاد ثلاثة مانسز لو كان ترو. ثلاثة ويكس لو كان سودو. الميكانيزم ده كل كلمة فيه ممكن تساعد على أي طريقة معرفش. إذا يا شباب أنا عايز واحدة واحدة ايه الميكانيزم بتاع اورجانو فوسفورس؟ سهله جدا على فكره مش صعبه. بس انا بفسرها ليه؟ لان كل كلمه هنا مهمه. قول لي تاني الاول. اورجانو فوسفورس بترتبط بانهي سايت؟ 3. ازاي؟ اول 24 ساعه تبقى ويك بوند، بعد 24 ساعه تبقى
كوفالنت يعني ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ فالانزيم كده مش هيشتغل تاني، بيسموها انزيم ايجينج، الريفرسبل انهبيشن اوف انزيم. تقول لي طب بعدين انتظر الانزيم بعد 3 او 3، لو كان طول بدل كام؟ 3 شهور. لو كان سنين بدل ايه؟ حاسس سؤال بعدها كله حصل ايه اللي يحصل في الجسم؟ مين اللي بيزيد؟ حلو. او الاكشن بتاعها كده كمان الاكشن تحافظه بس اقوله بطريقه جديده. معلش الاكشن هسميه عناوين، بس هسمي عناوينه هنا واشرحه في طريقه جدول في رسمه، وانا الرسمه دي افهم عليها الكلام ثم اوعدكم بالكلمتين الاول. اسمع بقى، الاكشن بتاعنا كله معتمد ان اصلها كلين زين صح؟ وذلك هتلاقي الاكشن بتاع الكلمات عناوين، انت كده بتاعت كلمه اكشن كده في ام ام يعني ايه؟ لسه من هفكر ولا ايه؟ جدع. وتحتها ان ان يعني بقى وسين اس تحت. في هذا اكشن هنشرحهم دلوقتي على رسمه. في ام اكشن اللي هو ماسكرينك اكشن ونيكوتينك اكشن وسين اس اكشن. الرجل هنا فصص على فكره بتعدي السين اس. طيب تعالي الكلام ده طبعا مش المكان ده مش هشيله حتى لو اتنططت. هرسم رسمه في ظهر الجدول تحفظها لك بطريقه ثانيه. انت حافظهم على فكره من شويه. طريقه ثانيه واسهل. ايه الاعراض بتاع ماسكرينك؟ اعراض نيكوتينك والسين اس. بص يا سيدي. انت دلوقتي لو راجل قاعد في الصيدليه بتاعتك وجالك مريض تعرض للجانب فوسفوس مثلا، انت راجل طبعا هتقول ازاي يعني نفس نفسك الكلام ده؟ كل زمان لما يجي نشرح حالات ما جاش حد بيديك الصوره دي، ما جاش في كلام من ده. الجانب فوسفوس دلوقتي بيبقى في الشارع حبيبي وانت ماشي تسمع المظاهرات، الغازات المسيله للدموع. هو الصوت ده جاي منين؟ السماعات دي مش مش سامعني؟ طب اسمع معايا بقى دلوقتي احنا هنشرح الاعراض على المريض. بص يا ابني اللي عايز يحفظ السيمبتوم او الاكشن بتاع الجانب فوسفاس على المريض اسمع معايا، هنجيب عمو مريض كده ونقعد بقى حته حته عينين هارت ضغطه التست كل حاجه، فهنرسمه شرط عارف ان انا راجل فنان عصبوني. طب استنى ما ترسمش الا لما اخلص لي سبب. الرسمه مش هدفها انا ما اعرفش ارسم اصلا. بس الفكره ايه؟ عايز احوط الراجل ده ماسكرينك هنا ونيكوتينك هنا وسين اس فوق. بص يا سيد عزيز. ده وشه ان شاء الله. وده جسمه كله. مش عايز نلف حاجه. فعلا نلف. بص بقى الناحيه دي يبقى ايه؟ ماسكرينك. الناحيه دي نيكوتينك فوق سين اس. يلا هقول انا مكان وانت قول لي بيحصل ايه. انت حافظ عينيه عينيه سلم عليك قلت لك مايوز في بقى عمال يعيط ليه؟ ايوه كده مايوز قلت لك ايه ماشي. طبعا طبعا مفيش حد قدامه ولا ما تهدى يا حاج شويه يا ابني هو مش بيعيط ده سكريش الناس ده غصب عنه. بقه اخر ايه؟ شطار يعني صلى يا باشا. طب في علق ولا مفيش علق؟ يبقى سويت. وشه كله ميه. علقان عينيه طبعا بيقول هي مقفوله مش عينيه كلها ولا حاجه، بيقول ضيقه جدا وعمال لاكريميشن وفي سلايفيشن. انزل قيس الضغط، الضغط هيبقى كام؟ عالي ولا منخفض؟ رد على جدع. طبعا قلبه اهو هتلاقي فيه كلمتين برادي كارديا ده قلبه بطيئه وفي هايبوتنشن. طبعا احنا مديك طريقه ثانيه الحفظ اسهل برضه. اللي احفظ زي ما انت عايز. المهم ايه؟ ما تنساش حاجه. هايبوتنشن. اسمع البرونكال هتلاقيها مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه ازاي بقى عليك جبك؟ البرونكال برونكو ايه بقى؟ هو طبعا مليان سكريشن برضه. يبقى هنا في برونكو اسباز وكمان مليانه برونكيال سكريشن. الكلمه دي بتزعل على فكره. السكريشن هنا في البرونكاي بتزعل برضه مفيش نفس اصلا. عادي سكريشن ايه؟ طب الشي اي تي يا جماعه شغال ولا مش شغال؟ يعني ضريع ولا كونستريشن؟ ضريع. وممكن يحصل حاجه اسمها يورينيشن. يورينيشن اهو. يبقى هذا ماسكرينك اكشن بالترتيب من فوق لتحت. قول له عرقان عينيه مايوزس وبنجيب لاكريميشن في سلايفيشن ضربات قلبه بطيئه وفي ضغطه منخفض. عندك يا سيدي بعد كده برونكو كونستريكشن وسباس وفي سكريشن. عندك ضريع عندك يورينيشن. ده ماسكرينك. النيكوتينك في كلمه واحده. حد يقولها لي الكلمة دي؟ طبعا انا برسمها لك برضه عشان تبقى تخيل الصورة. هتلاقي عينيه كده بتترعش كده يبقى ايه؟ هنا كده هتلاقي في رعشة بعينيه اسمها تويتشي زبيب.
طيب اخر اكشن بيحصل في هذا المريض سي ان اس. طبعا انت بتوقع كلمه مش هقولها في سي ان اس اسمها ايه في السايد افكت؟ كونفرجن. صح عليك ولا ما لقيتش في نقطه تشنجات؟ وفي كلمه اسوا اسمها معلش اكتبها لك ريسبيراتوري سنتر. سمعت عنهم؟ ديبريشن. الصدر ده تنفس ده بيحصل له ديبريشن ما بيشتغلش. سؤال الدكتور عشان في الامتحانات دايما اول سؤال في الامتحان اهو لما اشوف الاعراض دي كلها ايه الكوز اوف ذس؟ طبعا المريض ده ممكن يموت. ايه سبب الوفاه من الاعراض دي؟ اهو ده اول سؤال عايز اجاوبه كوز اوف ذس. هتجاوبه هنا هتجاوبه في وشه بقى كمان. على فكره لو تركز هتلاقي في حاجه مقفوله في السنتر ومقفوله في الـ في الـ في الـ في البريفري. ايوه التنفس صح. الكوز اوف ذس يا شبابنا هنا اهو كده بعد كده الله يكرمك كوز اوف ذس ريسبيراتوري فيلير فشل التنفس اسمه كده ريسبيراتوري فيلير. يقول لك طب ليه؟ لا قول له قول له توزيعات قول له عشان حصل حاجات تلات حاجات ريسبيراتوري سنتر ديبريشن ار سي وخلاص عشان نفس ريسبيراتوري سنتر ديبريشن حصل برونكو ايه؟ اه اسباز البرونكاي مقفوله وفيها سكريشن. تعال بص السكريشن اللي بتاع برونكو يبقى شباب ده الله يكرمكم سبب الوفاه في مريض اورجانو فوستان. هو ده مش دواء دلوقتي اورجانو فوستان مش دواء ده بويزن. لو حد عرض هذا الاورجانو فوستان ومات سبب الوفاه الاسباز سنتر مقفول والبرونكاي مقفوله وفيها سكريشن كتير يبقى ريسبيراتوري فيلير فشل التنفس. فشل التنفس ده ايوه ما هو الاورجانو فوستان اورجانو فوستان نفسها الدواء نفسه بيعمل كده اللي هو انا قلت لك موجوده فين؟ على اقرب حاجه عنه لو حد بيرش مريض حشري الناس ايام ما كانوا بيرشوا مثلا مريض حشري ارض زراعيه كان دايما ينبهوا كده المريض او الانسان يعني ده يغطي نفسه كله. فاكر ده اللي ما تعرفوش ان الحاجات دي بتمتص من الجلد الناس اللي مش فاهمين الحاجات دي بتمتص من الجلد للسيستميك سيركوليشن. اصل يقول لك انا ما بلعتش اورجانو مش لازم تبلع ويقول لك انا بص الناس ماشيه في شارع مثلا لو في قنبله جاز ولا حاجه اترمت يعمل ايه كده؟ يا ابني انت مش ضاقي مش انهليشن بس الناس فاهمه هو بيمتص من النفس لا مش النفس ده نوع فعلا وبيمتص من السكن بتاعنا كمان اللي مصنعه ده راجل المفترض. ما خلاص هنخلص مش هتست يا نعالج المريض بقى العلاج بتاعنا هم درجين هخلص بيهم حصه اتروبين صم عيش هات الجدول الثاني يلا اكتب انت يلا نروح نعالج المريض الرابع اتروبين اكتب جنبه كلمه الاول الضرع مش شايفينه بس مش شايفينه لسه كنت بنقص بس هي معاها بطنيه يا جدع اتروبين اكتب جنبه كلمه بين قوسين لايف سيفنج فهمت قصه حد المريض ده اتروبين يا شباب لايف سيفنج جنبه جنبه بين قوس حد هذا الانسان حد عارف ليه ماذا يفعل اتروبين جدع كل المصريين كيفين وعلى فكره وبيني وبينك اهو والسي ان اس كمان يبقى تحتاج اهو عايزين سطرين اسمع الصوت الاولاني بلوك ماسكارينيك اند سي ان اس اكشن اظن عليك ايه في الماسكارينيك والسي ان اس اكشن قلت طبعا بيكتب كده في الانسان ده السؤال الثاني اديله كام حقنه؟ طبعا اتوبيه بيتاكد اي في كذا حقنه ورا بعض ادي اديله واحد لسه ايه اديله الثاني يقول لك لسه اديله الثالث العاشر ادي موبايلات لحد انت يقول لك لحد ما تلاقي المريض حلف لك والله خلاص اتروبين ده والله اتروبين سايتر على الجسم عيوني مش فاهم ابص على عينيه هو كان جاي لي عينيه عامله ازاي؟ امتى اتروبين يسيطر لما يحصل ايه؟ بيسموا الكلمه دي يا شباب كلمه بخط دي فضل جامد تحتها تن كلمه اسمها اتروبونايزيشن كلمه اتروبين ايزيشن كلمه اتروبونايزيشن يا شبابنا يعني اتروبين مسيطر في الجسم وعيون انت اعرف ازاي ما حصل له اتروبونايزيشن يكفيك عينين وضغط او ضربات قلبه يبقى يا اولاد علامات اتروبين لحد الناس اتروبونايزيشن يعني على الاقل يكفيك كلمه ايه؟ مايدريس يعني الدكتور يقول لك كده احقن اتروبين مره واحده تبقى ما تفهم حاجه روح بيتكم اتروبين يعني كذا مره يقول لك امتى يا دكتور اعرف احقن اتروبين؟ اتروبين تاخد حقنه كل 10 دقائق لحد ما الاقي عينيه يقول له واسع او تلاقي ضربات قلب وقت سريعه ولا بطيئه؟ سريعه وهكذا اعكس الاعراض كلها اللي انت عارفها لما تلاقي المريض عينيه ما يدريزز ضربات قلبه سريعه ساعتها تروبين مسيطر عرفت تروبين انقص حاجه ليه؟
انه شال الماسكرين وشال السينس، هل التونشز تختفي؟ لا. وده من رحمه ربنا بالمريض ده. ليه؟ لان انا متفهم الدكتور ان هو لسه ما عليكش، هو عالج الاعراض بس عشان يقفل حس. خلي بالك ده ماسك في ايه؟ رد عليها على الصبورت. والوقت بيعد معاك يا بيه، اول 24 ساعه هيجي، اول 24 ساعه حاجه ثانيه. يعني لو ما لحقش مريض اول 24 ساعه كل انت عامل مش لازم. ليه بقى؟ خلي بالك انت كده عالجت الاعراض. انت مهمه دلوقتي عليك المشكله الاورجانو فوسفورس مرتبط بانزيم اسمه رد عليها ثاني كوليسترين هذا السايد، صح؟ لازم ادي دواء يفك الرابطه. ومعايا اللي بين اورجانو فوسفورس والسرين، الرابطه دي ممكن تتفك لو كان اول 24 ايه؟ الرابطه مالها؟ وهذا مهمه البام. بام ده حاجه مهمه جدا، وده خدته في اورجانيك المفروض. اسمه بام، اسمه باراليدوكسين. اسمع بس عشان نفهم حصتنا. الباب ده ماله ايه؟ اسمه ديكزيت. ده يا ابني خلي بالك عامل على التراكس تراك عليه اكتب كده. ده بيعمل ايه؟ ديستراكت او ديستروي بوند بتوين مين ومين؟ ديستراكت بوند بتوين اورجانو فوسفورس كومباوند اند سيلين سايت. بس بشرط. ايه الشرط؟ الشرط الفيرست 24 ساعة، لأن الرابطة بتبقى لسه ايه؟ يعني كده الدكتور بيقول لك كده لازم تدي بام بس قبل ما يحصل انزايم ايجنج طبعا. السؤال الأخير. السؤال بقى، لو أنت ما اديتش بام ده وقعدت عملت 24 ساعة. هتقول لي أيوه هيموت ليه ما أنت اديت أتروبين؟ أقول لك يا بيه هتقعد أتروبين دلوقتي ساعتين 10 ساعات بس بعدين مش هينفع. أتروبين خلي بالك بيقابلوا أستار كولين في الجسم. ولذلك يقول لك في الامتحان لو جالك مريض عنده اورجانو فوسفورس توكسيستي تديله اتروبين ولا بام؟ لا طبعا الاثنين. اتروبين ينقذ المريض وبام ينقذ الانزيم. يعني انت كده هتيجي بقى بام ده اخر كلمه في الصفحه دي. بام ده بيشتغل كولين استريس ري اكتيفيت. عايز يعني كلمه ري اكتيفيتر؟ يعني ايه ري اكتيفيتر يا ولاد؟ يعيد تنشيط الانزيم. طيب سؤال الاذكياء فقط، انتوا رايحين خلاص انا كده خلاص عايز الاذكياء فقط هتجاوبوه ولا هتروحوا احسن؟ انتوا ما عملتش ده. اسمع السؤال بيقول تعرف منين يا حبيبي ان انت جه المريض جالك في الوقت المناسب قبل ميعاد 24 ساعه ولا جه متاخر؟ طبعا الناس اذكياء اللي بيسالوا بس يلا اسال ايه في دكتور اسال مريض يقول لك والله ما عارف يا مين بس انا كنت ماشي مش هنا حصل كده الساعه كام يا فوشتاك؟ ايه ده دلوقتي سؤال واحد كده اديته بام خلاص اديته بام تعرف منين ان الوقت اللي انت فيه بام هو 24 ساعه ولا كان الوقت عدى خلاص وما فيهوش بام؟ تويتش عمر التويتشز ما تكتفي مع الضربين متى تهتم التويتشز؟ لو الانزيم رجع اشتغل اللي هو بام فعلا يبقى ده لا نفسك فيه وبينك دي مالهاش لازمه. لو التويتشز اختفت بعد ما اديت بام معناها الانزيم رجع اشتغل. مش مهم مش مهم مش كده بقول بس كده بس انا بقول يعني الاثنين يعني تقولش انت عليك موجوده طول ما اصلك مين موجود صح؟ لا انتوا مش واخدين من الجيم ما تقولش انت عليك لما تكتفي معايا يعني اصلك مين اتكسر ان شاء الله يبقى الانزيم رجع يشتغل من كده مش بعد ما عشان نيكوتين اصل هتقول لي يعمل ايه؟ بصي هتقول لي يعمل ايه؟ ده كله بقى